تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فاقرأوا ما تيسر منه وفاقرأوا ما تيسر من القرآن. Récitez le Coran Majid ce que vous pouvez. Cela veut dire Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans notre Saint Coran Majid, il faut réciter le Coran Majid même un peu. Parce que cette parole de Dieu, Kalam Khuda, on est vivant ici grâce à Allah Tabarak wa Ta'ala. C'est pour cela qu'on n'oublie pas. Tout le temps on passe à notre bon Dieu parce que Allah Tabarak wa Ta'ala, c'est lui qui est créateur. Allah, il a créé toutes choses. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Et quand on récite notre Saint Coran Majid, cela veut dire Allah Tabarak wa Ta'ala, c'est lui qui parle avec nous. Ça, c'est bien ça. Si Allah Tabarak wa Ta'ala, il parle avec nous, c'est bonne chose. Et aussi, Udhkuruni Adhkurukum, c'est ça. Allah Tabarak wa Ta'ala aussi dans notre Saint Coran Majid a dit pensez à moi, je pense à vous aussi. Parce que Zikr-e Khuda, c'est le qiraat du Coran Majid. Il y a beaucoup de choses, Zikr-e Khuda. Mais un de Zikr-e Khuda, c'est le qiraat du Coran et tilawat du Coran Majid et récitation du Coran Majid. On commence par ayat 63. Dans les surat al-Baqarah. Ouvrez votre Coran Majid. Suivez bien le ayat et récitez aussi, répétez doucement, doucement avec bon makhraj. Je récite devant vous, Inch'Allah, vous aussi, vous regardez votre Coran Majid mot par mot, lettre par lettre. Comment on prononce les lettres? Parce que très important, c'est ça. Makhraj, c'est ça. Il faut prononcer les lettres à leur makhraj. Et waratil le Coran tartila aussi, c'est ça. Ayat Coran Majid a dit ratil le Coran tartila. Réciter le Coran Majid avec makhraj, avec bon makhraj. Je répète, surat al-Baqarah, ayat 63. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
المتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون
ويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات.